بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد، هنكلمكم ازاي نربط دي في ار هيك فيجن. اول حاجه كده احنا مشغلين دي بار زي ما انتم شايفين قدامكم كده، بنعمل كليك ونخش على حاجه اسمها سيتنج، بعد كده بنخش على نتورك. طبعا الموضوع ده بيتم بخطوتين، خطوه على الجهاز وخطوه على الموبايل. هنبتدي اول حاجه بخطوه الجهاز، زي كده بخش نتورك ادفانسد برونفيد اكسس، بنختار هنا انيبل. هنا بيقول لي اكتب كود، الكود دوت هتكتبه على الجهاز، يبقى خلي بالك الكود اللي هتكتبه هنا هو اللي هتكتبه على الموبايل. هنكتب كود مثلا ايه اس دي مثلا 1 2 3 تمام، واقول له كده اوكي. طبعا هو هنا مش بيكمل، بيقول لي لازم تتصل على الجهاز، يعني نكمل خطوات على الجهاز. وبتعلم هنا علامه صح، بتعمل ايه اس دي، وبعد كده بتهنا كده علامه صح، بيقول لك هتستخدم برنامج ايه، بقول له هستخدم برنامج هيك كونكت سيرفر، بقول له اوكي. كده انا عملت اول خطوه على الجهاز. طبعا لازم تكونوا عارفين اهم حاجه، لازم اكون رابط الجهاز بتاعي على النت، ما ينفعش ان انا ما ابقاش رابطه على النت. اكون متاكد ان الجهاز نفسه الكدي في ار مرتبط على الانترنت، زي ما انتم شايفين قدامكم كده. كده بدانا اول مرحله، دلوقتي هننتقل لمرحله الموبايل، يلا بينا. هنعمل دلوقتي الحساب على البرنامج اللي هو برنامج هيك كونكت، تمام؟ ده برنامج هيك كونكت ما ينفعش بديل ليه غير هاي لوك، يا هاي لوك يا هيك كونكت، تمام؟ بنفتح البرنامج، ما ينفعش نخش وضع كزائر، الوضع كزائر تمام هيشتغل معاك جوه الواي فاي بس، لكن لما تطلع بره المكان اللي انت فيه ما يشتغلش، يعني مش هينفع تشتغل في اي حته بره مصر او في مصر غير جوه البيت عندك بس او المكان اللي فيه الدي في ار، تمام؟ لازم نعمل حساب، ليها فايدتين. الفايده الاولى ان يشتغل بره مصر في اي حته، تمام؟ الفايده الثانيه انك لما تحب تشغل على اكتر من موبايل بيشتغل عن طريق الشير باكونت واحد، دي برضه هنشوفها مع بعض دلوقتي. احنا دلوقتي هنعمل حساب على البرنامج، نعمل تسجيل دخول، تسجيل حساب، تمام؟ الانضمام الينا موافق ايجيبت، هنكتب هنقول له عن طريق الموبايل، التسجيل عن طريق رقم الهاتف، بكتب رقم الموبايل الخاص بيا اللي هتجينا عليه الرساله او اللي هعمل عليه الاكونت. هنعمل وليكن هو، بص لازم في الباسورد يكون اول حرف كابيتال، تمام؟ اول حرف لازم يكون كابيتال ايا يكن بقى، تمام؟ هنقول الحصول على رمز، مستنيين الرمز، اول ما هيجي الرمز هنبدا تسجيل دخول اوتوماتيك 6805. كده بيعمل معانا تسجيل، كده بيعمل معانا تسجيل اوتوماتيك، تمام؟ اتسجل كده الحساب وشغال تمام. دلوقتي مرحله اضافه الجهاز على الموبايل، بدوس اضافه جهاز، بيفتح لي اوتوماتيك، سماح موافق، بيفتح لي اوتوماتيك الكاميرا على برنامج الكيو ار كود، تمام؟ بكون مجهز الكيو ار كود على الدي في ار زي كده، وبختار الكيو ار كود اللي على الشمال، تمام؟ بيقول ان الجهاز مربوط قبل كده على موبايل، تمام؟ بقول له الغاء الربط لو هو مربوط على جهاز. هو دلوقتي طلب مني رمز التحقق، بقول له كتبت كل حاجه ورمز التحقق وكلمه سر الجهاز الدي في ار، بعمل انهاء، خلاص كده لغى الربط اللي على البرنامج تاني او على موبايل تاني، تمام؟ وبدوس اضافه، يفتح لي الكاميرا، ببدا اسحب الكيو ار كود اللي هو على الشمال، بعد كده بدوس اضافه التالي، اني ما عايز اغيره براحتي، انا اخليه زي ما هو كده، حفظ، اسالني لاحقا، اهو الجهاز هنا اهو، تمام؟ كده اتضاف هنا، وادي الكاميرا اللي انا مركبها، تمام؟ بدوس هنا دوسه، اهو الكاميرا اللي انا مركبها حاليا، تمام؟
اكبر براحتي واصغر، هو كده خلاص ظبط نفسه. بعد كده هفتح نفس الحساب على موبايل تاني.